الممثلة نادين الراسي يلي حكيت مطولاً عن موضوع طلاقة من زوجها. حلوا مشاكلكم العائلية بعيداً عن الإعلام، مش كرمالكم، كرمال الولاد اللي رح يدفعوا وحدهم الثمن، وهيدا أقل واجب ممكن نعمله مع دراما اللبنانية. شكراً أو منشوف حالنا فيك. بس عن جد وبأمانة، ولا غلطة ولا زحطة لمحمد اسكندر بالسنوات الأخيرة. مساء الخير سهام الشعشع. كثير من الفنانين ما بيعرفوا يلتقطوا أهمية الكلمة. طب أنت حكيتي عن جفا مع إليسا. بتحكي ازعل وعبر عن زعلي. إليسا وقت بتزعل من حدا بتخرب الأرض يعني. راغب عليم، سمعت أو ما سمعت شو عرفت عنك؟ أنا قلبي دايما بيسمع شو بتقولي عني، مش بس هالمرة. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ اني حقيقة اول مرة بغير هيدي حصريا على فين؟ مش تناقض انه هني على المستوى الشخصي اصدقاء، عندي كتير صداقات، بس على المستوى السياسي بلد فاسد، نظام فاسد. بصراحة مع باتريسيا هاشم كل جمعة 6 المساء عفيم.